رحلة جديدة للعربية والحدث إلى الدومباس، هذه المرة على وقع أخبار جديدة، إذ أصبحت العمليات تتمركز في الشرق الأوكراني مع تأكيد موسكو سيطرتها على ماريوبول. كيف هو الوضع هناك، خاصة مع تخندق عناصر من كتيبة أزف في مصنع أزوفستال؟ نحن الآن في ميناء ماريوبول ولسنا ببعيدين عن مصنع أزوفستال، والذي يشهد معركة حامية الوطيس بين القوات الروسية من جهة وكتائب القوميين كما تسميهم موسكو من جهة أخرى. نلاحظ حجم الدمار الكبير الذي حل بهذا المرفأ ويعكس صورة الأعمال القتالية العنيفة التي شهدتها هذه المنطقة. حتى اليوم ما زالت العديد من السفن محاصرة داخل ميناء ماريوبول بسبب سقوط رافعة أغلقت مدخله الرئيس، بالإضافة إلى خطورة المكان، وهذه هي آخر نقطة سمح لنا بالوصول إليها بسبب كثرة الألغام المزروعة داخل العديد من مناطق الميناء. تم نشر ألغام مختلفة بشكل مبعثر من قبل قوات كييف وكتائب أزوف، ولا نعرف عددها الكلي. عثرنا في مدينة ماريوبول على أكثر من 10,000 لغم. كما نلاحظ تعمل الآن فرق مختصة تابعة لوزارة الطوارئ في جمهورية دانيتسك الانفصالية بتعطيل العديد من الألغام البحرية التي تم العثور عليها في مياه ميناء ماريوبول. عبد الجواد الرشد، لقناتي العربية والحدث، ماريوبول.